الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أنت لماذا لا تصلي؟ ما هي العداوة التي بينك وبين رب العباد حتى لا تصلي له؟ ماذا فعل الله لك حتى لا تسجد له؟ ما هو الشيء الذي أنت لم ترضى به عن الله حتى تأبى أو يأبى جبينك أن يسجد لله سبحانه وتعالى؟ سؤال: هل فكرت ولو لدقيقة واحدة في نفسك، في جسدك، في أعضاء جسدك؟ أنت لا تسجد لله وهو الذي يرعاك، أنت لا تسجد لله سبحانه وتعالى وأنت تحيا على أرضه، والشمس تشرق بأمره وتغرب بإذنه سبحانه. أنت لا تسجد لله وهو الذي أسقاك الماء وأطعمك ومن عليك بالصحة والعافية والأبناء. هل تحب الله؟ تقول: نعم أحب الله سبحانه وتعالى. وما دلالة الحب إذا كان أمرك بالصلاة وتأبى؟ هل دلالة الحب أن يقع في قلبك ولسانك أحب الله ثم لا تتقدم خطوة واحدة للصلاة؟ فأنت لما تقول أنا أحب رب العباد سبحانه وتعالى، أين الدلالة إذا أنت تمنع جسدك أن يتقرب لله سبحانه؟ هل جربت القرب من الله عز وجل شانه وخذلك؟ سؤال: هل جربت الأنس بالله عز وجل شانه وألقى في قلبك الوحشة، وألقى في قلبك أن تستوحش من الناس؟ هل جربت أن تهمس في أذن الأرض طلبا لله سبحانه وتعالى وقربا إليه ثم أبعدك الله جل وعز؟ هل جربت لذة العبادة؟ هل جربت أن تسجد لله وأنت بلهفة تشكو إليه الحال؟ تريد الصحة؟ الصلاة. تريد العافية؟ الصلاة. تريد الأنس بالله؟ الصلاة. فالأنس بالله سبحانه وتعالى يغنيك عن الناس كافة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تترك الصلاة متعمدة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تترك الصلاة متعمدة. ثم قال: فإنه من ترك الصلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وهل أنت تريد أن تبرأ منك ذمة الله سبحانه وتعالى؟ فما الذي هذا يحتويك بذمة إن كان الله قد برئ منك جل وعز وتقدس؟ الله عز وجل جعل الصلاة نور، بل جعلها مكفرة للذنب. أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درانه شيء، يعني الأوساخ؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات، إذا توضأت تتساقط الذنوب عنك لآخر قطرة. يعني وضوءك، الوضوء مغفرة للذنوب، والصلاة ركوع وسجود تتساقط عنك الذنوب كأنها جبل فوق رأسك، وأنت بركوعك تتساقط. أجمل من هذا ماذا تريد؟ فإذا السؤال: لماذا لا تصلي؟ سل نفسك أنت لماذا لا تصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ عليها، أي الصلوات، كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له لا نور ولا برهان ولا نجاة. تصور: وكان في يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان.